ينفع فرد زكاة المال على مدار العام يعني مثلا مقدما لا بأس، مؤخرا إذا كانت معك لا تفعل. يعني لا على مدار مقدما العام يعني مثلا زكاة يا العام حبيبي افهم كلامي صح، على مدار العام قبل حلول وقتها أو بعد أن حل وقتها. إن شاء الله هتاخد قبل حلول وقتها. يعني مثلا زكاة السنة القادمة مثلا من نبدأ الآن ممكن أجدولها على مدار الشهر، إخراج زكاة مقدما جائز للحاجة، لكن إذا حل وقتها وهي معي والفقير موجود لا يجوز.